أما العقيدة فلا، ما تقبل الاختلاف. العقيدة يجب أن تكون واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف، تعبد ربا واحدا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. اختلفوا، وهذا لا يجوز أن يختلفوا في العقيدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم، الله أمرهم بأن يكونوا أمة واحدة فعصوه، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كتب، كل واحد عنده مؤلفات، كل واحد عنده في العقيدة عقيدة هذا غير عقيدة هذا. والمشكلة كل حزب بما لديهم فرحون، كل يرى أنه على الحق وغيره على الباطل. ما يقول خلونا نتفاهم نشوف أين الذي على الحق، نرجع إلى كتاب الله سنة رسول الله كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا، كل يقول ما علي من الآخرين، أنا الحق عندي، كل حزب بما لديهم فرحون، مقتنعون بما عندهم، متعصبون لما عندهم، ما يرون أنهم يخطئون. هذا المشكلة. نعم.